السلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد فيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات لتوقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشعارات البث المباشر اللي بنعمله للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم، فمرحبا بكم معنا. فيديو النهاردة تحت عنوان مشاعر الحبيب في الانفصال ده او في البعد ده، او حتى اذا كنتم مرتبطين في علاقة باردة وشايفين انه في حاجات مبهمة مش قادرين تفهموها. هنشوف هل برقبك او برقبك او برقبك بيتكلم عنك، بيقول ايه ويتكلم مع مين، مشاعره من ناحيتكم، مشاعره من خياله، مشاعره قدام الناس، مشاعره قدامك. هنتكلم على كل ده إن شاء الله في هذه القراءة. الاختيار هيكون حسب أول حرف من اسم الشريك أو الحبيب، مجموعة أولى أول حرف من اسمهم، من اسم الطرف الثاني من الأحرف دي، أو اختيار البيضة لحجر العقيق ده حطها هنا. المجموعة الثانية البيضة الزرقاء دي، أو أول حرف من اسم الطرف الثاني، الحبيب الشريك الحبيبة، أو من الأحرف الموجودة هنا في الشاشة. الأحرف هتظهر كل مرة على الشاشة، وحيكون تكون موجودة مع التوقيت في صندوق الوصف تحت الفيديو. أول حاجة هنعملها نشوف طاقتكم عاملة إزاي أنتوا الاتنين. هندور على الصورة التي تمثلكم أهي، والصورة اللي تمثل الشريك أهي أو الحبيب. للرجالة للستات، المشاهد الحبيب والشريك بتاعه. أوكي، هنختار ورقتين لكل واحد فيكم ونشوف الطاقة العامة بتاعتكم حاليا. طاقتكم انتم، غالبا الوضعية بتاعتكم حاليا حاسين انكم ما عندكمش استقرار، بتدوروا على الاستقرار او دخلتم في نوع من الانطواء، عاوزين ترتبوا افكاركم، ترتبوا الوضعية اللي انتم فيها بطريقة انكم تعرفوا عفوا من اين اتيتم واين انتم والى اين ستذهبون، سواء في علاقتكم مع الإنسان ده الطرف الثاني، سواء في حياتكم بأكملها. غالبا البعض منكم يفكر في سفر، يفكر في انفصال، يفكر في إعادة ترتيب حياته، يفكر في تغيير مكان الإقامة. يعني أنتن يعني في طريقة تجديد طاقة، زهقتم منها فعاوزين تجيبوا طاقة أحسن منها عشان ترتاحوا نفسيا وبدنيا. أوكي، طاقة الطرف الثاني الحبيب الشريك الحبيبة الشريكة، غالبا أنتم عايشين يا إما في علاقة ثلاثية مع الإنسان ده، يا إما الإنسان ده بيفكر في استقرار. إذا كنتم عايشين في علاقة ثلاثية، الإنسان ده بيفكر في بيته، في أولاده، في مراته، في جوازه، في مستقبل الأسرة بتاعته، في متطلبات واحتياجات الأسرة بتاعته. إذا كنت زوجته، هو مركز على مستقبل الأولاد، مستقبل هذه العلاقة إلى أين ستذهب. إذا ما كنتوش متجوزين مع الرجل ده وانت في علاقة مع رجل متجوز، الإنسان ده مهتم بأسرته أكتر من حاجة أخرى. أوكي. إذا كنت متجوزة مع الرجل ده وانتم عايشين في علاقة ثلاثية، الرجل ده دلوقتي في الطاقة الحالية بيفكر يا إما فيرتبط بطرف رابع، يا إما انتم عايشين في علاقة رباعية ملخبطة، وعاوز هو دلوقتي يخرج من اللخبطة دي عشان يستقر مع واحدة فيكم. ده
اذا ما كانش متجوز الراجل ده الطرف الثاني بتاعكم، هو دلوقتي بيفكر على انه ينمي الجانب المادي بتاعه، انه يشتري بيت او عربية، او يعني يبدأ يفكر في مشروع جديد فيما يخص استقرار عائلي، اسري، جواز، خطوبة، حاجة زي كده. نشوف دلوقتي هل الإنسان ده بيراقبكم، هل الإنسان ده بيراقبكم، مشاعره هل بيتكلم مع حد، بيقول له إيه الحد ده؟ الإنسان ده لخبط حياته بإيده. شايفين في الطاقة العامة بتاعتكم لما قلت لكم أنتم عاوزين نوع من الاستقرار في حياتكم، تغيير طاقة، فالإنسان ده اللي حطيتوه في بالكم في القراءة دي هو كمان بيدور على تجديد طاقة، تنظيف طاقة، يا إما هو بيتكلم عليكم، هو بيتكلم عليكم، لكن الكلام اللي بيتكلموا عليكم يتكلموا لحد مش يعني يا إما والدته يا إما أخته يا إما صديق أو صديقة، يتكلموا في نوع من تصادم فكرتين متضاديتين في المعنى وفي المحتوى. هتقولوا لي إزاي؟ الإنسان ده سمع مؤخرا كلام مش كويس عليكم، وصل له كلام جرح قلبه، أو حصل ما بينكم مشادات لسانية، أو يعني اتخانقتم وربما أنتم دلوقتي منفصلين أو في علاقة باردة وتجرح من الكلام ده. فهو دلوقتي ما بين نارين، نار الشك ونار الحب والاشتياق. فهو دلوقتي قاعد مع احد المقربين ليه يتكلم عليكم، والتالت ده الانسان الطرف التاني ده اللي بيتكلم معاه يعني مع الطرف التاني بتاعكم ويفضفض له على انه مجروح من كلامكم، مجروح من تصرفاتكم، مجروح من الكلام اللي سمعه عنكم، فحاسس انه اللخبطة اللي عايشها هو في حياته مش زي ما كان هو متمنيها، لا، انه اموره توقفت بقالها مدة، والكلام اللي وصل له هو انكم انتم عملتوا له سحر جذب، السحر محبة، حاجات زي كده، وهو دلوقتي قاعد مع انسان اخر يحكي له الشكوك اللي يعني بتدور في عقله، الشكوك التي تراود افكاره. فمن ناحية بيتكلم ويقول انه بيحبكم، من ناحية يقول مشتاق ليكم، من ناحية يقول لا طب جرحتني بكلامها، جرحتني بتصرفاتها، ما فهمتش وضعيتي، لكن الكلام اللي وصل له كمان ليه بتعمل لي السحر ده. فالكلام اللي بيدور ما بينهم هما الاتنين انه الطرف ده اللي بيفضفض له الطرف التاني بتاعكم بيجاوب الطرف التاني بتاعكم بيقول له يعني هو انت بتتكلم معايا الا وقت ما تكون عاوز تتكلم على الطرف التاني بتاعكم، يعني الطرف ده الطرف التاني الحبيب لما يتكلم مع الصديق ده او الصديقة او الام او الحبيبة او الحبيب، يعني حد مقرب ليه، مش شرط يكون حبيب هيحكي الحبيبة اخرى، لا، حبيب يقدر يكون صديق زي الحبيب، صديق حميم يعني بيفضفض على كل حاجات ويقدر يتكلم على كل الحاجات. فغالبا هو عنده صديقة بيفضفض لها، لكن الصديقة دي تكون له حب، فدايما لما يكون عنده مشاكل معاكي انتي
او مع هي تكون عندها مشاكل معاك انت حسب المشاهد. اذا كنت انت رجل، الست دي بتتكلم مع راجل هو صديق ليها. المشاهدة المرأة اللي بتتفرج على هذا الفيديو، حبيبك بيتكلم مع صديقته، صديقة مش حبيبة، يفضفض لها. لكن الصديقة دي او الصديق ده لحبيبتك او الصديقة دي لحبيبك، هي تقول له بالمشاعر بالحب. فكل ما يجي حبيبك يتكلم معاها او تيجي حبيبتك انت اللي بيتفرج تتكلم مع الصديق ده، الصديق ده بيتنرفز ويلوم الطرف التاني بتاعكم، يقول له طب انت بتحتاجني الا عشان تتكلم معايا على حبيبتك؟ كل كلامك الا على حبيبتك، ما تتكلم على حاجة اخرى. لكن الحبيب بتاعكم يعني مش قادر يفهم الطرف ده الصديق انه بيحبه، فالحبيب مشغول بيكم انتوا، قلبه مشغول بيكم انتوا. لكن زي ما نقول احنا مش عارف يمسك التوازن بتاعه او يحدد التفكير او الرغبة بتاعته الحقيقية، هيعمل ايه في الوضع، في الحالة اللي هو فيها دلوقتي، حالة شك، كلام قبيح سمعه، لسان صليط، كلام مش كويس لحق له عنكم، انكم ربما بتخدعوه، انكم ناس مش كويسين، انكم كذا وكذا 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 وكذا. هو امنيته انه رؤيته للوضع يعني لكم انتم زي ما كانت في الاول، تقعد هي وتثبت بأدلة يعني تنزع تفكير السحر ده اللي قال له صديقك ما هي سحرك وعملالك وعملالك، او هو سحرك او انت سحرتيه وكل حاجة. عاوز الافكار دي اللي بتدور في عقله والكلام اللي سمعه يتنزع يتمحي في رمشة عين. امنيته انكم ترجعوا مع بعض وتكون العلاقة زي ما كان شايفها في الاول. متخيلكم في مخيلته انكم مفيش حد يقدر يملى عينه زيكم، بيحس بغيابكم حتى ولو كنتم موجودين معاه، بيكون عاوز يتكلم معاكم لكن زي ما نقول احنا مش عاوز يتسرع في الكلام ويتهمكم بالكلام اللي سمعه قبل ما يتحقق منه. طاقة غضب، تخيلوا النار ما تطفيش النار، المية هي اللي بتطفي النار. فالحبيب ده ناره قادية كده يعني شعلة كده تثور زي البركان من ناحية الغضب من كلامكم ومن الكلام اللي سمعه، وفي نفس الوقت نار الاشتياق بتاكل فيه. يعني هو في صراع كبير جدا المرحلة دي في الأيام دي بين النارين دول، مش قادر يقف على فكرة ويمشي فيها عشان يحل المشكلة اللي ما بينكم انتوا الاتنين. اوكي، هل الانسان ده بيراقبكم؟ وفيه مراقبة اهو، سبحان الله، الانسان ده بيراقبكم زي ما انتم بتراقبوه، وبيقرأ المنشورات اللي بتنزلوها على مواقع التواصل الاجتماعي. والحاجة اللي غيظاه انه شايف بعده مش مأثر عليكم، وملقاش حاجة تثبت انه انكم انتم بتشتاقوا له، انكم عاوزين تتكلموا معاه، انكم ندمانين على الغلطة اللي غلطتوها معاه وكل حاجة. ده كل اللي شفناه مع أصحاب المجموعة الأولى. هنشوف دلوقتي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80%، 60%، 50%. 100% برج العقرب، برج الجدي، وبرج الحوت. 80% برج العذراء، برج الأسد، وبرج القوس. 60% برج الثور،
برج السرطان وبرج الحمل، أما الأبراج المتبقية برج الجوزاء، برج الدلو، وبرج الميزان 50%. إلى هنا انتهينا مع أصحاب القراءة الأولى، نمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثانية. اللي اختاروا أول حرف من اسم الشريك أو الشريكة أو الحبيب أو الحبيبة، أو اللي اختاروا البيضة الزرقاء دي. هنشوف الطاقة العامة بتاعتكم، طاقتكم وطاقة الحبيب. هل الإنسان ده برقبكم؟ شايفكم ازاي؟ بيتكلم مع حد تاني عليكم، بيقول له ايه؟ هل مشتاق لكم؟ هنشوف ماذا يحصل في عقله، في تفكيره، في تصرفاته. يلا اعتذر عن صوت الجيران. طاقتكم انتم وطاقته هو. اعتذر اعتذر، ده كله عطس يعني، لازم يصحي كل الجيران. اوكي، طاقتكم، طاقتكم غالبا انتم بتعملوا نوع من التخاطر، او تخاطر مع الحبيب، او تعملوا نوع من التفكير الزائد الكتير في الليل. عندكم مش قادرين تناموا، مش لاقيين وقت يخليكم يعني تناموا النوم العميق ده اللي الانسان يحس نفسه بيه انه نام وصحي وهو مستريح. لا، حتى ولو تناموا تصحوا الصبح زي ما لو كنتوش نمتوا، تعبانين ارقانين، بتفكروا في الانسان ده، بتفكروا في اخر كلمة قالها لكم، اخر تصرف، مش عارف يعني. عاوزين توصلوا يعني محتوى هذه القراءة، بيكلم عليكم مشاعره، عاوزين تتحققوا من حاجات كتيرة، تساؤلات كتيرة بتخاطر أفكاركم وذهنكم. غالبا البعض منكم يا إما عملتم قانون جذب، يا إما عملتم سحر جذب الحبيب. دي طاقتكم، طاقة الحبيب. الحبيب حاليا هو دلوقتي بيفكر في الجانب العملي والجانب المادي، مركز كتير جدا على انه الأولوية في حياته المادة والعمل والرقي الجانب الاجتماعي بتاعه، يعني ما بيفكرش في العلاقات والحب والغرام من الأيام دي. في الطاقة بتاعته العامة مركز على شغله، ربما بدأ مشروع جديد وهو دلوقتي عاوز ينميه، أو نجح في مشروع وعاوز يفتح مشروع آخر عشان ينمي المشروع الأول، ويركز في فلوسه. بيفكر على إنه كمان يسافر عشان مشكلة عنده فيما يخص إرث، أو تسديد أموال إرث، أو أخذ أموال، هي الأموال دي موجودة في بلد وهو في بلد. أوكي، نشوف دلوقتي هل الإنسان ده بيتكلم عليكم برقبكم، مشاعره بيتكلم مع مين، بيقول إيه مع الإنسان ده، أو بيقول إيه للإنسان ده؟
قلت لكم الراجل ده او الحبيب ده مش هو اللي بيتكلم مع صديق ليه مقرب، لا الصديق المقرب ليه هو اللي بيسأله، هو انت حصل حاجة ما بينك وبين حبيبتك او صديقة حبيبتك بتسألها هو في حاجة ما بينكم؟ لما يجاوبه ده الحبيب بيقول له لا مفيش حاجة، فده بيقول له ازاي يعني انت لما تكونوا كويسين بتحكي لي بس بعض الاحيان ما تكلمنيش خالص زي ما لو كنت ما كانش عندك علاقة. فالحبيب بتاعكم ده وقت ما يكون مركز في شغله وفي ماله ولما يكون في مشاكل ما بينكم ما بيحبش يتكلم، يدخل في انطواء، في يعني انطواء زي ما لو ما كنتوش عايشين معاه، يعني ما كانش عايش في علاقة اصلا، بالنسبة له ما عملش حاجة فما يركزش في المشكلة، خلاص يمحي كل حاجة في راسه. فهو بيتكلم مع المقرب ليه الصديق ده او الاخ او حد مقرب ليه، يتكلموا في فلوس، في مشاكل العمل، في العقبات اللي موجودة، في اللي حصل له، في مشكلة حصلت مؤخرا، يا اما زي ما قلت لكم مشكلة ارث عاوز يخرج منها، عاوز يتحصل على فلوس، عاوز عشان لان الانسان ده يعني بالنسبة له لما يحل مشكلة الارث ده او الفلوس دي هيقدر يستقر في حياته العاطفية. فالفلوس دي عدم وجودها في حياته هي اللي يعني حاطة عائق على انه يستقر في علاقة، سواء كنتم متجوزين او كان وعدكم بالجواز. فهو لحد دلوقتي مش عاوز يعني يعمل خطوة او يدي وعود وهو مش محل المشكلة دي اللي يعني مأثرة على حياته كتير. غالبا الانسان ده مديون كتير، عنده ديون ومركز على شغله وعلى ماله وعلى زي ما نقول احنا الشمعة دي اللي شعلت او انارت حياته، اللي هي المعلومة دي فيما يخص الارث او فيه نزاعات فيما يخص فلوس، فهو عاوز يخرج منها ناجح وياخد الفلوس دي عشان يزيح العقبات اللي قدامه، عشان يقدر يأسس أسرة أو يكون أسرة أو ينمي الأسرة اللي هو فيها. غالبا أنتم منفصلين هنا، والبعض منكم الإنسان ده يا إما جوزك وأنتم منفصلين أو في صدد الطلاق أو اتطلقتم مؤخرا وما بينكم أولاد، فانتوا الاتنين عاوزين رجوع لكن مش دلوقتي، انتم عاوزين دلوقتي بس هو مش عاوز دلوقتي، شايف انه بدون فلوس مش هيقدر يسعدكم لا انتم ولا الاولاد اللي هم متجوزين. واللي هم مش متجوزين الانسان ده اذا ما كانش مستقر في حياته وعنده بيت وعنده فلوس البنك وشغل مستقر، شايف انه مش هيقدر يكون اسرة. ربما البعض منكم حكى لكم على الإرث ده أو الفلوس دي اللي فيها مشاكل أسرية ولازم تتحل. الإنسان ده بيراقبكم مش مراقبة إنه يعني عاوز يستقر في العلاقة أو يرجع في العلاقة، لا الإنسان ده ملقاش حجة تبرر تصرفاته ويراقبكم عشان يمسك عليكم حاجة يبرر الانفصال بتاعكم، ولربما انفصلتم والإنسان ده اتهمكم انتم قدام الناس على انكم انتم العائق على استقرار العلاقة مش هو. حتى ولو كنتم في علاقة باردة الإنسان ده حرص جدا على انه الناس ما يلومهوش، هو يلومكم انتم مش هو، عاوز يمسك عليكم دليل على انكم غير كفؤ للعلاقة دي، على انكم بتخونوه، على انكم حاجات كتيرة. طب ناوي على ايه الانسان ده؟ في مخيلته رأيه فيكم حقيقة؟ رأيه
رأيه كويس، بس ليه يعني؟ شوفوا كده، هو شايفكم يعني بدنيا ناس كويسين، عندكم جمال روح يعني جمال ملفت للنظر وكل حاجة، لكن المشكلة هنا شايف انه ردة فعلكم وكلامه معاكم بيدفعكم على انكم دايما تكون ردة فعلكم انتم مش كويسة، طريقة كلامكم طريقة تصرفاتكم هو ما بتعجبوش، مش عاوز يعني الجانب ده فيكم. اعتذر عن الاصوات، ما بيحبش الجانب ده اللي فيكم، انكم ناس متسرعين، انكم ناس لما بتغضبوا تتكلموا باي كلام تجرحوه، كل مرة تطلبوه بحاجة وهو يعني مش مراعيين المشاكل بتاعه، فصادين كل ما هو يعانيه وعاوزين الا الحاجات اللي انتم عاوزينها. ليه ما بتكلمنيش؟ ليه ما بتخرجنيش؟ ليه ما بتهديليش هدايا؟ ليه ما بتجيش تخطبني؟ هو دايما انت بتقولي كده وكذا وكذا وكذا. هو شايف انكم ناس كويسين يعني بدنيا وكل حاجة، لكن فكريا مش فاهمينه، مش عاوزين تستوعبوا المشكل الرئيسي اللي هو بيعانيه. فعشان كده الانسان ده له مايل في تفكيركم، في التفكير عليكم او ليكم او فيكم، وله مايل على انكم ترجعوا مع بعض، عاوز يقف على رجليه وبعدين يفكر في الاستقرار، لانه زهق من تصرفاتكم وردة فعلكم وعدم فهمكم ليه. هو بيفكر كده، ما قلتش انكم انتم كده. اوكي، طب هل بيحبكم؟ الإنسان ده مزاجي في طبعه في مشاعره، مرة يحس إنه بيحبكم مرة يحس ما يحبكمش، أهو كل يعني لما يزعل معاكم بيشوفكم ناس مش كويسين وخلاص وأنا زهقت منها يعمل بلوك أو ما يردش عليك أصلا. لما يكون رايق مزاجه رايق يحبكم ويحسسكم بحب وكل حاجة. عشان كده معظمكم 90% الحبيب أو الحبيبة أو الشريك الشريكة بتحسي ان الانسان ده مجنون، ازاي مرات بيحسسني اني في جنة وفي نفس الوقت يمر وقت يعني بدون ما تفهموا ينزلكم لجهنم. كده طبع الانسان ده. اوكي، طب ايه هي مشاعر ايه الابراج التي تنطبق اليها القراءة دي؟ 100%، 80%، 60%، 50%. 100% برج الجوزاء، برج العذراء، برج الأسد. 80% برج الدلو، برج الميزان، وبرج القوس. 60% برج العقرب، برج الجدي، وبرج الحوت. أما الأبراج المتبقية برج السرطان، برج الثور، وبرج الحمل. 50%. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى إن شاء الله. مع السلامة.